اسلام ابو زيد، 22 سنة، في تجارة انجليش جامعة حلوان، واخدت دراسات حرة في فنون جميلة وبرسم. يعني الرسم بالنسبة لي كان في الأول هواية، وبعد كده بقى هواية وشغل في نفس الوقت. بشتغل شوية في الجرافيتي أو البورتريت، وأخيراً ابتديت إن أنا أشتغل على الجلد، سواء حرق على الجلد أو رسم على الجلد. يعني مش مجرد حرق بقى، بس الموضوع الأول ابتدى إن أنا عايز أحرق على الجلد، إني عايز أعمل حاجة مميزة. بس بعدها طب ليه مش انا اللي اعمل المحفظه او المنتج اللي انا هطلعه عليه على اساس ان انا ابقى عامله A to Z؟ هو انا الاول جه في بالي ان انا اشوف حد اجيب منه المحافظ او المنتج اللي انا هشتغل عليه. يعني انا قلت محافظ كتير بسبب ان انا لحد دلوقتي شغلي يعتبر كله محافظ، فاشوف حد ان انا اخد منه المحفظه وبعدين انا اشتغل عليها، احط اللاست تاتش بتاعتي اللي هخليها حاجه مميزه. فبعديها الموضوع كبر مني وابتديت انا ادور بقى على الناس اللي بتعمل الجلد، ودخلت على اليوتيوب كتير جدا عشان اعرف الادوات والخامات وكل حاجه ممكن تساعدني او استخدمها بعد كده في ان انا اعمل المنتج اللي انا عايز اعمله. وفترة الدراسة والبحث وكده خدت تقريبا مني حوالي 6 شهور، يعني او 7 شهور من اول ما الفكرة جات لي تقريبا. يعني الفكرة جات من شهر 12 2017، وبدأت نفذت او طلع او عملت البيج بتاعتي في شهر 7 2018، يعني تقريبا 7 شهور. بالنسبة لفكرة المخاطرة نفسها او ان الموضوع ينجح او ما ينجحش، هو انا لحد دلوقتي مش عارف الموضوع بتاعي هينجح وهيلاقي قبول مع الناس ولا مش هيسمع، وعادي هتبقى حاجة مثلا الناس شافتها شوية وخلاص كده. طبعا الموضوع ده كان في الاول بالنسبة لي مقلق جدا، بس انا يعني الموضوع بالنسبة لي خلاص انا دخلت في طريق، فانا اخر الطريق ده يا انا يعني نجحت فيه يا اتعلمت. انا لحد دلوقتي خلاص يعني اتعلمت حاجات كتير في الجلد، الموضوع بقى معايا، اتعلمت حاجات تانية هتساعدني في موضوع الجلد مثلا على السوشيال ميديا، او يعني ابتديت شويه اتعلم في السوشيال ميديا والفوتوشوب. كل الحاجات دي بالنسبة لي حتى لو الموضوع ما نجحش فأنا اتعلمت، فإن أنا اتعلم حاجة ده برضو بالنسبة لي نجاح. ففكرة إن حد يبقى عنده فكرة ويخاف ينفذها أو يخاف يطلعها للنور ويوريها للناس، هو ده الفشل. هو يعني ما اداش لنفسه فرصة أصلاً إن هو ينجح أو يفشل، فاختار الفشل بأسهل طريقة. احنا الايام دي مش الايام بتاعت الروتين، الحاجة اللي بتظهر هي الحاجة اللي زي ما بنقول كده هي اللي بره الصندوق. فلو على فكرة ان الواحد يبقى موظف مثلا، ففي موظفين كتير جدا وتلاقي المميز فيهم واحد مثلا او اتنين، هم دول اللي عملوا حاجة كرياتيف في الكوميونيتي او الاورجانيزيشن اللي هم فيها.